والآن نتحول في نشرتنا للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما أميرة وريهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أطلق مركز المعلومات ودعم متخذ القرار بمجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا بالتعاون مع اليونيسف، وتستهدف المبادرة طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجيهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني. يشارك في المبادرة التي تتضمن خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة متخصصون من أكثر من 22 جامعة حكومية وخاصة ونحو 21 جهة وزارة ومركزا بحثيا. إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مبادرة بنفكر لبلدنا لطرح 50 فكرة مبتكرة من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. الفكرة انبثقت من منتدى السياسات العامة. منتدى السياسات العامة انطلق منذ سنتين تحت مظلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كانت فكرته ان احنا نضمن انه بيحصل ادماج واشراك لاكبر عدد ممكن وفئة ممكنة. كنا بنستهدف بالذات فئة الشباب الجامعي اللي من خلفيات مختلفة، كليات مختلفة. المبادرة تتضمن خطة اعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الافكار المطروحة، ويشارك في المبادرة متخصصون من اكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة وجهات حكومية ومراكز بحثية و40 مشاركة فردية للخبراء. أنا بحيي القائمين على منتدى السياسات العامة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المبادرة دي، لأنها شجعتنا كشباب عاملين بالجهاز الإداري للدولة ومؤسسات الدولة إن احنا نشارك بأفكارنا في صناعة السياسات العامة. اللي كان معروف يعني إنه دايما الشباب عندهم أفكار في كل القطاعات، ولكن ممكن قنوات الاتصال مش كافية إن هم يوصلوا أفكارهم، أو مش فاعلة قوي، أو هم نفسهم الشباب ما يعرفوش إزاي يوصلوا أفكارهم. لكن المبادرة اللي بتتعمل النهاردة دي هتساعد كل العاملين بالجهاز الإداري والدولة، وأعتقد أنها تتكرر مرة تانية إن هم يشاركوا في صياغة السياسات العامة. التجربة في حد ذاتها هي حاجة مهمة جدا، لأنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتحديدا من خلال منتدى السياسات العامة بيدي فرصة لشباب الباحثين والمراكز البحثية إن هم يقدروا يسهموا في صناعة أو إن هم يسهموا في بناء اقتصاد أكثر تنافسي، وهو محور المسابقة المرة دي. المبادرة تشمل لأول مرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في هذا الشأن. أكد وزير التجارة والصناعة تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اجتماعات المائدة المستديرة باتحاد الغرف والبورصات التركية، حيث أكد الوزير أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين، والذي تخطى حاجز 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، منوها إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة. من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية حرص الاتحاد على التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة إفريقيا، ولافتا إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.
أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن إجمالية اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد بلغت أكثر من 455 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية. وخلال اجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، أكد شوشة أن مخصصات الخطة سيتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة مشروعات ومرافق خدمية على مستوى المحافظة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ إبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط العام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم بقدر أكبر مما كان متوقعا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر 92 سنتا أو 1.1% إلى 85.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.3% إلى 82.21 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 92% لتصل إلى 3.5 دولار لللتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.27% لتسجل 2.5 دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أقر مجلس الأمة الكويتي الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار، وتتضمن الموازنة التي تبدأ في إبريل المقبل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار، كما اعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا للبرميل برميل النفط مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار. وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكم ماريهام وأميرة. شكرا لك شروق.